اليوم احنا امام مقر الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، جينا على اساس نطالبوا بواحد المستحقات ديالنا عالقة عند هذه الشركة اللي كتنفي اننا كنتسالوا هاد المستحقات العالقة منذ 2017. هما اخوان ديالنا المهنيين شركاء الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك حاضرين اليوم لانهم جاو كيطالبوا بالمستحقات ديالهم، المستحقات ديال وليداتهم اللي بسبب هاد الشركة الناس مشات الإفلاس، الناس كثرت عليها الديون، الناس غرقات، لان هاد الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك التابعة للوزارة الوصية على القطاع لا تحترم المهنيين ولا تحترم الشراكة ما بينها وما بين المهنيين، ولا تحترم حتى يعني فترة الأداء. حنا ملي كنقولوا الأداء هنا كاينين بعض الناقلين للمستحقات ديالهم عالقة لما يزيد عن 4 سنوات وغادي ندخلوا في التقادم، وإلا دخلنا للتقادم يعني هاد الناس كاين اللي غضي عليه 30 مليون 40 مليون 50 مليون 100 مليون هباء منبثا، لان الموظفين ديال هاد الشركه ما قاموش بالعمل ديالهم. حنا هاد الشركاء ديال هاد الشركه الوطنيه للنقل واللوجيستيك الاغلبيه ديال يعني السفريات اللي كيقوموا بها هما كلهم سفريات ديال القطاع العام، يعني ديال الدرك الملكي، القوات المسلحه الملكيه، إدارة العامة للأمن الوطني، المكتب الوطني للحبوب والقطاني إلى غير ذلك. الناس من القدماء لأن منذ التحرير 2003 وحنا في هذا القطاع معهم مع الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك. هذه الشركة اللي خدمنا معها بعد ما كان التحرير وجميع الشركات الكبرى مشاو ما بقاوش تحت اللواء ديالها، وبقاو لي ترونسبورتور الصغار منضوين تحت الشركة. اليوم حنا كنناضلوا من أجل المستحقات ديالنا العالقة ديال الناقلين كافة من 2017 إلى يومنا هذا. وحنا باب الحوار كنا درنا مع السيد المدير 4 ديال المحاضر اجتماع لا تفدي بشيء، واليوم الإخوان تشبتوا بهذا النضال ديالهم من أجل سوية الوضعية ديالهم، لأن الشركات والمقاولة ديالهم مشات للإفلاس، وهذا الشيء كيضر بالاقتصاد ديالنا وكيضر بالمقاولات ديالنا. بعد ما أنا الوزارة أنا وزير المالية أعطى التعليمات ديالو بأن الشركة أنها تخلص جميع الشركات في أجل يتعدى 60 يوم، فهاد المعايير الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك ما كتحترمهاش بتاتا. فاليوم حنا هاد الناقلين ما غيفكوا هاد الإضراب وهاد الاحتجاج حتى تتسوي الوضعية ديالهم. وكاين إخوان اللي عندهم مشاكل البنات ما مطاكسين ما مخلصينش بالنسبة ل 2017 2018 2019 حتى 2020، والاخوان تضروا باش الاخوان كنطلبوا للسي العالمي باش ان شاء الله يلقى لنا شي حل الفوري للخلاص. جميع النقالين عندهم مشاكل مع الادارات ديالهم، نيت بالنسبه لا سينساس، بالنسبه لزامبو، بالنسبه لجميع الادارات ديالهم، وكنتمنى السي العالمي يوصل هذا الميساج هذا باش يدير معنا شي حل اقرب وقت. الاخوان كلهم كيعانيوا من مشاكل ديال البيمون، كلهم كاين اللي عنده مشاكل البنات ديال 2017 ما مطاكسينش، وكاين اللي عنده مشاكل ديال 18 2019. خص السي العالمي يدير معنا حل ويلقى لنا شي حل اقرب وقت. الحل دابا الوحيد باش نفكوا هذا الاضراب هذا هو والاخلاص الفوري، يدوز الفيرمون للاخوان، حيت الاخوان حتى هما عندهم مشاكل مع المهنيين ديالهم، مع الناقل، مع السائقين ديالهم، ومع حتى هما عندهم مسؤوليه. كاين السائق مهني كاري هنا وعنده وليداته وكيصرف على 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 ولادو في العروبيه ولا في البوادي، وكنتمنى الاخوان كنتمنى السي العالمي يدير معنا شي حل في اقرب وقت. المهم اليوم درنا هذا الاضراب، هو اضراب قابل للتمديد نورمال. الا ما كانش مستحقات ناقلين في الجيوب ديالهم راه ما نخرج من هذا الاضراب هذا اللي حنا عينا كما نقولوا بالواو الكاذبه. وتبارك الله الناس كلهم كل اللي عنده شاكات عنده التزامات مع الناس ديال الغازوال، مع الناس ديال البنوات، مع السائقين،
يعني الناس راه كاين اللي غيتشرد نورمال، كاين اللي باع دارو، كاين اللي باع الطوموبيل ديالو، هاد الناس ربع سنين عرفتي شنو هي ربع سنين راه ما ساهلاش. مش نقول لك اخويا عينا من هضروا، عينا من نطلقوا البيبان، بقى لنا اخر حاجه غنديروا هو الاضراب، وان شاء الله الاضراب الا ما كانش غيتحققوا المطالب ديالنا حنا غنبقوا في هذا الاضراب هذا حتى تحقق المطالب ديالنا.